والثالث انا ما ولدتوش وما كنعرفوش وما عمرني ما شفته، وانا راه ما عندي ما نعطي، انا عندي الله سبحانه ما عندي ما نعطي. تيهددني انا لك غادي الحبس غادي نقتلك، تيقول لي انا راه عمرك ما تصوري مني شي حاجه حيت انا هو المخزن، حيت كون كان شي واحد الانسان بسيط ولا خدام عادي ولا هذا كله راه بان الحق. السلام عليكم، انا سميتي فاطمه، عندي واحد المشكل مع الراجل كنت مجوجة به. انا تزوجت في 2009، تزوجت ب خدام في الدرك الملكي بزاف، وبقيت عايشه معاه حتى 2014. المهم هو كيعرف العيالات، والسبب ديالي باش خرجت هما العيالات، حنا كنا ساكنين في بنقرير وجاب واحد السيده سكنه حدايا، تيمشي وتيجي عادي ما مجوجش بها. المهم انا استحملت عيت وخرجت، خرجت ولادي وخرجت من الدار 2014 شهر 6 2014. شحال الوليدات عندك؟ عندي بنت وولد، عندي البنت الاولى وعندي معاه عندي الوليد موراه. دابا البنت راه في عمرها 12 عام والولد عنده 7 سنين. المهم اللي ضريت وما عجبنيش الحال زيت ولادي وخرجت شهر 6 2014. جيت انايا حدا والديا هنايا، بقيت معاهم واحد المده، مشيت كنسول على لادا فلوس ديال الدراري وداكشي، لقيت دري عندي دري اخر بسميتي وانا ماشي ما واداش انايا ولد دري مع وحده اخرى مع هذيك المراه اللي كانت معاه، وقيدوا لي في الحاله المدنيه بسميتي، دار حاله مدنيه وحده اخرى وعاود دار فيها البنت اللي والده معاه انا والولد، ودير الولد الثالث. الولد الثالث انا ما ولدتوش وما كنعرفوش وما عمرني ما شفته. المهم انا يا ملي عرفت وبغيت نديكلاري بيه وهذا، مشيت دفعت الوراق باش عرفني هو، انا عرفت مشيت دفعت الوراق، مشيت للمحكمه العسكريه قالوا لي جيبي الوراق باش تبقاي تخلصي على الدراري. ملي انا جمعت الوراق ديال جوج دراري ودفعتهم ليطاماجور، عيطوا عليه قالوا لي راه السيده اللي مطلقه منك راه جابت الوراق ديال جوج ديال الدراري وما جابتش الوراق ديال الدري الثالث. هو عرف بانني انا عرفت ومشيت قلتها، المهم ديت الوراق وداكشي، عيط ليا تيهددني انا لك غادي الحبس غادي نقتلك، انا ما غاديش نمشي غير هكاك. المهم ما خلى باش هددني، راه كان عندي تسجيلات وعندي ميساجات وكلشي داكشي اللي كان كيكتب. المهم انا دابا مشيت دعيتو، درت شكايه عند الوكيل المره الاولى ودرت المره الثانيه والمره الثالثه، هو كيجيني هنايا ما كيهضر مع حتى شي حد، كيجي ليا كيبغي يدي ليا الدراري وكيتلقى ليا. المهم الوقت اللي جاو داو الجدارميه كان جالي يبغي يدي ليا الدراري من المدرسه، عيطوا عليا جاو الجدارميه، مشينا حيت معمرو ما تلاقى معايا عند الجدارميه، وخا درت الشكايات ما كيجيبوش، معمرني ما تلاقيت انا وياه حتى النهار اللي جاي يدي الدراري وعيطوا عليا من المدرسه. المهم اللي مشيت انا ويا عند الجدارميه وهذا، نفى بان هذاك الدري راه ولده، قال لي مرا ولدها راه هي اللي والداه، راه غير تنسى ما تتعقلش، وانا عقلت على جوج دراري ما عقلتش على الدري الثالث. المهم اللي بقى في الاخر قال لي راه انا يا راه ولدي حقا راه ولدي، ولاني هي اللي قيدت لي الدري باش ما نتزوجش، وانا ما عندي حتى شي علاقه به حيت انا خارجه في 6 في 2014، وانا على ما عرفت الدري زايد حتى خرجت انايا زايد شي عام ونص ولا عامين موراي فاش خرجت، ما عمرني ما شفته. مع من ولد؟ مع عندك السيده نيت؟ مع هذيك اللي كانت معاه، مع هذيك السيده اللي كانت معاه. وعندك الحاله المدنيه داخلين فيها؟ عندي حاله مدنيه، انا الحاله المدنيه ديالي الاصليه اللي انا خرجت من الدار، عندي فيها الولد، عندي فيها البنت هي الاولى، ها هي عندي فيها البنت، ها هي البنت، وهاد الدري فين مقيد ولدي انايا، حيت عندي بنت وولد، عندي بنت وولد معاه، ما عنديش الدري الثالثه. ها الورقه الثالثه خاويه، ها هي الورقه الثالثه خاويه ما فيها حتى شي واحد، ولاني انا عرفت بان داير حاله مدنيه اخرى حيت مشاو جدارميه من تلفاس فين تقيد الدري، وعرفوا بان الدري راه مقيد
في الحاله المدنيه اخرى كاينه فيها جوج دراري ولادي وفيها الدري الثالث اللي انا ما والداش، عاود دار الحاله المدنيه بسميتي وصافي. المهم بقى هذا الملف ديال هذا الشيء مجرجر معاه في المحكمه من نهار اللي درنا الشكايه، وما حكمت لي المحكمه بوالو، ما حكمت لي حتى شي حاجه. انا الدري ماشي ولدي، وتنطالب باش يتحيد لي الدري حيت انا ما والداش، والنفقه راه انا ما كنشد لا نفقه لا والو من النهار اللي تفرقت معاه، وانا مجرجه انا وياه والدراري مكرفصين. انا ما عرفتش اي حاجه كندخل انا وياه للمحكمه ولا هذا ما كتيسرش، ما عرفتش علاش. واش حيت هو دراكي كما كيقول، تيقول لي انا راه عمرك ما تصوري مني شي حاجه، حيت انا هو المخزن. انا يا ما حكمت لي المحكمه على الدري باش يتحيد، ما سول فيا حتى شي حد، ما عمره ما حضر معايا شي جلسه، ما عمره ما هضر، ما شافوناش، كنت كنمشي بوحديتي غير انا الجلسات. شويه قال لي الرئيس ما تعاوديش تجي انت، خاصه هو اللي يجي. ما استدعوه، ما كاين حتى شي تحرك نهائيا. في الاخير حكمت المحكمه بوالو، حكمت بشهرين غير نافذه، ما هضر معاه حتى شي حد. والدري ما كاين حتى شي جديد، واش الدري تحيد ليا ولا ما يتحياتش، واش ما حتى واحد محرك حتى شي ساكن. وكان كيصيفط ليا شي فلوس ديال المدرسه ديال الدري شحال هذه. مؤخرا مشيت نجيب هذاك كشف الحساب باش نريكل هادشي ديال النفقه، وهذا ملي مشى ليه التبليغ لقيت مصيفطين ليا شي شهور انا ما شديتهمش، وما كاينين في البوسطه، ولاني انا ما شديتهمش وما استفدتش منهم، ما كاينينش. انا ما فهمتش شنو، ما فهمتش كيفاش هادشي كيطرى، ما بغاش يتفهم ليا. انا اللي شديته واللي ما شديتوش، ما كاينش هذاكشي. انا لقيته كاين في الكشف الحساب، ولاني انا ما شديتوش وما استفدتش منه. انا حتى الاعياد العيد الكبير ولا هذاك يعيدوا ليا غير الناس، ولادي مكرفصين، حيت انا بوحديتي ما غنقدرش نهز جوج دراري، غنسكنهم ونوكلهم ونلبسهم ونقريهم، راه بزاف عليا، ما غيمكن ليش. وهو ما خلينيش حتى نخدم في خاطري، ودازت كورونا ما تنخدموش، ما تنخدمش وما تنلقى ما نوكل ولادي. دازت في واحد الظروف اللي جات قاصحه بزاف، وبقيت صابره وكنجر معاهم، ومع ذلك كيجي وديما عايشه انا في الرابع، ما كنقدر نخرج الدراري، ما كنخرج انا وياهم المدرسه، كيمشيو ليا كيجريو كيجيو كيجريو ديما مخلوعين، وكلشي عارف هادشي، كلشي اللي داز راه مصين على دوك الدراري كلشي. بغيت نعرف علاش انا ما غاديش يتخذ ليا حق النتيد، واش حيت هو دراكي، واحد حيت هو خدام في السلطه؟ ما فهمتش، بغيت غير نفهم غير شي توضيح، علاش انا ما غناخذش حقي؟ انا بغيت الدري تحيد ليا من الحاله المدنيه، وولادي ياخذوا النفقه ديالهم اللي هي طالت، حيت الدري انا جبت الدري صغير كيحبو، الدري دابا عنده 7 سنين وما استفدت والو، ما مستافداش، انا اللي هازاه، انا عييت، انا ما نقدرش نهز جوج دراري تل دابا وبقى كنتقاتل، وانا عييت علاش هو اللي موظف وكيتخلص، وداز كورونا وداز الحجر الصحي، وانا ما خداماش، وما الدراري ما لاقيين ما ياكلو، ما كاينش اللي يفكر فيهم، ما عمره ما فكر فيهم، وعاد زيد بالتهديدات، وغادي ندي لك الدراري، وغادي ندير لك، وغادي ندير لك. ما فهمتش انا، ما بغيت غير نفهم شي حاجه، بغيت شي واحد غير يفهمني، بغيت غير شي واحد غير يفهمني. النفقه مشات تبليغ جلس 6 شهور، واش كاين شي تبليغ ديال النفقه كيجلس 6 شهور؟ ما فهمتش اي حاجه. انا درتها في المخزن ما كتيسرش، حيت هو كيعطي عليا الفلوس والله اعلم. المهم داكشي ما فهمتش، وانا راه ما عندي ما نعطي، انا عندي الله سبحانه، ما عندي ما نعطي، انا كنطالب بحقي، كنطالب من السلطه تحيد لي الدري من الحاله المدنيه، والنفقه ديال ولادي ترجع ليا. انا بغيت غير نفهم علاش انا الملف ديالي عندي فيه الخيانه، وعندي فيه تهديدات، وعندي التشويه، وعندي كل شيء، اي حاجه خايبه فيه الزوير، وعلاش ما تخدش ليا الحق؟ بغيت نعرف علاش ما غاديش يتخاد ليا الحق؟ واش هو واحد مخزن كما كيقول؟ حيت هو فين ما تينوض تيقول لي انا المخزن، انا ما غتصوري مني والو، والله ما تدي مني باش تنقصني عنك. هو كيعطي عليا الفلوس الناس اخرين باش انا ما توصلنيش النفقه. واش عمركم شفتوا شي واحد كيعطي الفلوس باش ما توصلش النفقه لولادو، باش ولادو ما يصرفوش، باش ولادو ما يعيشوش، باش ولادو ما ياكلوش؟ انا ما فهمتش، ما بقيت فاهمه والو، ما فهمتش. انا ما خليت حتى باب وما دقيتو، انا مشيت لي طاماجور ما تسوق ليا حتى شي حد، صافي يعرفوا المشكل اللي عنده ديال الدري كيتخلص عليه، فكوا المشكل ديالو معاه، ما هضروا معاه ما حتى شي حاجه. وفيما مشيت يقولوا لي لا حنا ما عندنا ما نديروا لك، تبعي المحكمه. وانا يا راه خدمت انا يا جدارميه هنايا، ملي مشيت لهم مشاو جابوا لي كيفاش الدري تقيد، وجابوا الوراق ديال هذا من فاس، حيت الدري تقيد في فاس، يعني قاموا بمجهودات كبيره. انا الملف ديالي مشى من هنايا مقاد، فيه كل شيء، فيه تهديدات، فيه كل شيء، داكشي اللي داز
ولكن ملي مشى المحكمه ما بقاش الملف، الملف تضمص ما فهمت فيه حتى شي حاجه. الملف كانوا دايرينه ليا في جنحي شويه تبدل، حيدوا ليا داك حتى باش كنت كنسول ما بقاش عندي، شويه تبدل تاديبي، بقى مورا داكشي شحال من شهر شويه تحكم ما كاين والو. انا دابا كنطالب من السلطات وكنطالب من اي واحد يقدر يعاونني. انا بغيت الدري تحيد ليا من الاوراق، وبغيت النفقه ديالو اللي تدوز عليا. انا هاد السيد راه كيتلقى ليا، كنبقى غادا وخايفه، ولا فيا الرعب، كنت مجيه من الخدمه تلقاه قدامي تتسبب ليا في الخدمه، دار ليا المشاكل، ما بقاوش باغيين يخرجوني ولا بقاو باغيين يعطوني، وغيتسبب ليا في الجلس، وما غنلقى اللي يصرف ليا على ولادي، وانا اللي كنجيب لهم الضغمه ديال الخبز. انا ملي تلقى ليا 20 يوم ما سدتش على رجلي، تشللت من رجلي بقوه العصب ولا الخلعه ولا ما عرفتش، اما الوراق باش دوزت. اما 20 يوم انا جالسه شاده الفراش ما تنزيدش، تشللت من رجلي بجوج. انا كنطلب من السلطه تشد ليا حقي، حيت انايا ما بقيتش قادره نخدم، نهز جوج دراري نخدم في الزنقه ونخدم في الدار، وصعبت عليا الوقت، صعبت عليا وبزاف. انايا مكرفصه، انا مكرفصه بولادي، مكرفصه بزاف، ولو نخدم ما غنقدرش على جوج ديال الدراري، وكيتسبب ليا في المشاكل، هو كيتسبب ليا في المشاكل. وانايا لما جبتش لولادي طرف الخبز راه ما كاينش اللي غيعطيني، راه ما كيسول فيا حتى شي واحد. انا حتى والديا غيناس دراوش على قد الحال، ما كاين اللي يهزني، ما كاين اللي يعاونني، انا بوحديتي اللي هزت دوك الدراري. وكنطلب من السلطه تعاونني دوز ليا النفقه ولادي باش يقدروا يعيشوا بحالهم بحال الدراري، راهم ضايعين، وضايعين بزاف ضايعين. انا كنشوف فيهم كيتعذبوا قدامي، ضايعين، ما حتى شي حاجه اللي كيعيشوا فيها الدراري ما عايشين فيها، عايشين في المشاكل، عايشين في الحرمان، عايشين بزاف د الحوايج. انا راه ما نقدرش نسكن ونوكل، انا بزاف عليا ما نقدرش. انا كنطلب وكنطلب وكناشد السلطه تشد ليا حقي، ماشي غير حيت هو جدارمي ما غاديش يتخذ ليا حقي، حيت كون كان شي واحد الانسان بسيط ولا خدام عادي ولا هذا كل راه بان الحق ديالي مشى للمحكمه وتضمص ما بانش. بغيت نعرف علاش الملف غيمشي فيه تزوير، تهديد، تشويه، وهادشي كاين، وكاين عندي تسجيلات وكاين عندي ميساجات. حيت انايا ميساج قال لي غادي نصيفط ندير لك بحال هذيك بنت الرباط، وهادشي كامل قلته كامل شافو المخزن، وما تسوق ليه حتى شي واحد، مخلينو عايش حياته كما باغي هو، ما مسوق ليه حتى شي واحد. انا من هادشي كامل كنطلب السلطه تاخذ ليا الحق ديالي، وبغيت الدري ما يبقاش ليا في الوراق، حيت انا ما ولدتوش، حيت لا طرا شي مشكل انا اللي غادي نولي مسؤوله. انا الدري ما والداش، وما عمرني ما شفتو، ما كنعرفوش، ما عرفاش حتى فحال في عمر ديالو. والدري عندي انا دابا، عندي دري زاد ليا في الوراق، علاش غادي يكون عندي دري اخر؟ انا عندي جوج وليدات، ما عندي، علاش غادي تزاد ليا الدري اخر؟ وغادي يبقى، حيت انا ما عندي فين نمشي، وما غنعرفش نحيي الدري، وما عندي لا باش نطلع ولا باش نهبط، ما عنديش ما كنعرفش، ما غنعرف لا فين نمشي ولا فين نجي. وانا مشيت كنهضر غير عليه، كاع البيبان سدوا ليا فوجي، ما بقيت عرفت عند من نمشي. وهادشي اللي خلاني انايا ندير هاد اللايف هذا، باش تسمع صوتي المسؤولين ويعاونوني. هادشي اللي كاين المنبر كنطلب سيدنا ياخذ ليا حقي، حيت انا القضاء ما نصفنيش وما عطانيش الحق ديالي، حيت هو في المخزن انا ما تخادش ليا الحق ديالي، والمخزن راه ديور باش ياخذ لينا حقنا، ماشي باش يطغى علينا. هو ديما كيقول لي انا هو المخزن، ما تصوري مني حتى شي حاجه، وهذيك الخدمه ديالو هو باش طاغي عليا ودير فينا الرعب، داير فيا الرعب. انا ولادي، انا ولادي ما تيخرجوش للزنقه بحالهم بحال الدراري، ما عايشينش طبيعيين بحال الدراري. انا ولدي خصو طبيب نفساني باش يحيد منه الخوف اللي تربى فيه، حيت كبر فيه الخوف. انا الولد عايش معايا الظروف، حيت صغير تربى فيه الخوف ومرض ليا بزاف، وكلشي عارف، كلشي عارفني عندي المشكل، كلشي عارف هذا المشكل، كلشي الناس اللي كيعرفوني والاقارب والجيران كلشي عارف عندي هذا المشكل مع هذا السيد، وكلشي تيقول لي علاش القضاء ما ينصفكش، علاش انا مشيت للمحكمه ومشيت للقضاء غير باش نتنصف، ما تنطلب غير حقي، تنطلب علاش انا الدري غادي يتقيد ليا في سميتي وانايا ما والداش، علاش ما غاديش نصفني للقضاء، وعلاش ما غاديش يعيطوا عليا، وعلاش ما غيسولوش، علاش ما غيحضرش حتى في شي جلسه، وغتحكم المحكمه والسيد ما كيجيش، رغم انه كاينين شكايات، كاينه شكايه بالتشويه وبالتهديد والقتل، وكاينه شكايه عاوتاني ديما تشكي للوكيل الملك، شحال من شكايه كان دير، ومع ذلك ما حتى شي واحد ما محرك حتى شي ساكن، ما فهمتش انا الملف علاش مشى للمحكمه وبقات ما كاينه حتى. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.